فريق حتى لو لم يكن هناك حديث إلا عن هذه الأعمال الإنسانية أو هذه الهدن المتتالية، ماذا بعد الهدن؟ ماذا بعد الأعمال الإنسانية؟ ما الذي سيحدث؟ نحن نتحدث عن جملة من الأعمال، من ضمنها الأعمال الإنسانية، وقف إطلاق النار الدائم المصحوب بخروج القوات جميعها من المدينة أو من العاصمة الخرطوم، لأنه لا وجود سوى في هذه البقعة في الخرطوم فقط. بعدها يمكن أن ننظر في الأمور الأخرى إذا كانت متعلقة بالترتيب الدائم بالتسوية، كله يمكن أن ننظر فيه. بعد أن نثبت وقف إطلاق نار دائم يعيد الحياة للعاصمة السودانية. التحليلات الآن تقول أن البعض يريد جر السودان الآن إلى حرب أهلية، ما تقييمكم وما تعليقكم سيادة الفريق؟ نحن حريصين على إيقاف هذه الحرب في هذه النقطة وعدم توسعة دائرتها. نحن نقول أن هذه الحرب نخشى أن تنتقل إلى الولايات أو إلى أقاليم السودان الأخرى. إذا كان حصل أي تصدع في العاصمة الخرطوم حتما سينتقل الصراع إلى الأقاليم أو إلى الولايات، لأن الشعب السوداني كله قال كلمته بأنه ضد تصرفات هذه الميليشيا، ضد ما تقوم به الدعم السريع. لا أحد الآن يتحدث عنهم حديث إيجابي، وإنما الجميع يتحدث عن أدوارهم السالبة. كل الولايات، كل الأقاليم السودان طلعت تساند القوات المسلحة وتنادي بضرورة حسم هؤلاء المجرمين.